اوف هموت من الحر. ده هنا لوحدنا دبدوبي ارنوبي حبوبي دوبي دوبي بس انا زعلان منك قوي ومقموصة. ليه يا حبيبي؟ حد يزعل من حبيبه في شهر العسل؟ شفت قد انت قلت شهر العسل، انت مش وعدتني انك انت هتاخدني في الهاني مون ونروح باريس؟ تسلم. احنا نلعب الماتش هنا والاعاده في باريس. ايوه الماتش الاولاني هنا على ارضنا وفي وسط جمهورنا عشان النتيجه تبقى مضمونه. لو بتقولوا كلام قبيح وقفوا عشان انا جيت. ايه اللي جاب الزفت ده؟ انا حاسس كده ان هي هتكمل حلوه يعني. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني يا بهت؟ جابت معاكم. تبات مع مين؟ معاكم انتوا الاثنين. ليه بات معانا؟ ما ينفعش يا سلطان. ده انت لو عيل صغير وبيخاف ينام لوحده مش هتطلب طلب زي ده في يوم زي ده. يا بهجت داليا مش فاكره ان انا جوزها، ما ينفعش ابات معاها. وبعدين نزلت تحت ادور على اوضه فاضيه ما لقيتش، ابات فين يعني؟ غتت زي ابوه بالظبط. خليه بات، هتنام على الارض وانا وهو بقى على السرير. انا حبات في الوسط. قطم وسطك. انا حبات في الوسط ما بين ماما منيره وبابا بهجت. يلا الغلاسه دي يعني هنأجل الماتش. لا ماتش ايه اللي اتأجل؟ احنا ماشيها هاندبول بقى. اكسوفي.